السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي المشاهدين، أهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. طبعا 100 يوم على تشكيل الحكومة، هو أكثر من 100 يوم، ولكن نحصر إنجازات أو بعض الانتقادات التي وصلت اليوم إلى الحكومة الجديدة بملف الزراعة، وأيضا تقييم عمل وزارة الزراعة، وزارة الزراعة اللي أطلقت قبل عدة أيام فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي إنه تصف وزارة الزراعة بوزارة الإنجاز وحققت بعض الإنجازات. أيضا أكو بعض المختصين اللي وصفوا إنه بعض القرارات من حكومة السيد السوداني إنه كانت قرارات ممكن تنعش القطاع الزراعي. أكو رأي آخر يقول لك لا، الزراعة تحتاج دعم أكثر وتحرك أكبر. طبعا راح نناقش هذا الموضوع ونقيم 100 يوم للحكومة الحالية بملف الزراعة مع الأستاذ عادل المختار الخبير الزراعي. أهلا وسهلا بك أستاذ عادل. أهلا وسهلا بك، حياك الله. قبل ما نعم، الخبير يعترضون عليه، جيريد مستشار السابق للجنة الزراعة البرلمانية، بس تم خبير. لا، يقول لك تمو خبير. أها أي. أنا كنت أشرف على وزارته 15 سنة. أي. يقول لي تمو خبير من قناتكم. من قناتكم؟ من قال؟ ممثل وزارة خالد شمال، دكتور خالد شمال الموارد المائية. يقول عادل مو خبير، بس أنا خبير زراعي، جزء اعترض على الخبير المائي. أقول لك هو أني مستشار لجنة الزراعة والمياه والأهوار، يعني أشرف على هذا الوزارتين. يعني 15 سنة، يعني خبير لو مو خبير. يعني هو زين، شنو الخبير اللي عاد يكون؟ عمي هسه خلينا نرجع مستشار. هو أول شيء، أول كل الاحترام إليه، ولكن أنا وجهة نظر اليوم برنامج أرض السواد تصف الأستاذ عادل المختار لمدة 3 سنوات بالخبير، وأنا أستمر ما إنه آخذ ملاحظات من أحد يعني خارج برنامج أرض السواد. مع كل الاحترام لهم، الخبير الزراعي والمائي والمستشار السابق للجنة الزراعة والمياه في البرلمان العراقي الأستاذ عادل المختار، أهلا وسهلا. أستاذ عادل، قبل ما تشكل الحكومة في فترة السيد محمد الخفاجي وزير الزراعة السابق، كنت توصف الوضعية المتأزمة، الزراعة منهارة، الثروة الحيوانية منتهية، الثروة السمكية راح لازم تنتهي، وحتى عندك أفكار حقيقة يعني انتقدوا برنامج أرض السواد لأن خرجت من البرنامج، مثل موضوع نتوقف عن تربية الأسماك، وكان انتقادات لاذعة. بعد استلام الحكومة الحالية الجديدة وأكو وزير زراعة جديد لوزارة الزراعة، إعلام وزارة الزراعة يتكلم عن إنجازات، أكو بعض الخبراء، بعض يعني الحقيقة المصادر الإعلامية تقول أكو تغير نحو الأحسن بموضوع الزراعة، شنو الإيجابيات اللي صارت؟ شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء المهم. بالبدء أريد أقول لك شيء واحد. قبل كم يوم البحيرات الأسماك، تعرف ضغط وزارة الموارد المائية تحفر وتدمر وتفلش، مربي الأسماك أيدوا الكلام اللي هسه حضرتك كلهم قالوا، فعلا نغير إلى الكلوز سيستم وطونا دعم أعلاف وطونا قروض حتى نبدل، لأن هذا رزق ناس، وهذا الحكي ذكرني من زمان أقوله. نعم. وما حد يسمع، واليوم هم راح نحكي وهم ما حد يسمع. من زمن الأستاذ محمد كريم حتى احنا قلنا الزراعة بانهيار تام، خصوصا لان تستخدم كميات مياه كبيرة، وزراعة الحنطة لا زالت كانت مستمرة، وهذا الاستغلال للمياه الغير امثل هو اللي وصلنا اليوم للمرحلة الحرجة والخطرة. أريد أبدي بداية. أنا في شهر 9، ويمكن من قناتك تذكرها، قلت لنهاية شهر 12 إذا ما جت أمطار غزيرة فصل الصيف راح يكون قاسي. صح، إجتي وين إجتي؟ أولا شوف، هي هاي المشكلة، الموارد مائية ما تحكي عدل. اليوم اللي جتي مجمل الأمطار مليار متر مكعب، مليار متر مكعب فقط. الخزين مالنا حاليا 7.5 مليار، من 92 فراغ خزين. اترك الخزين، ولكن اراضي اعتمدت على الديميه. راح اجيك كلها، راح اعطيك اياها تفصيل. مليار اجانا، 250 مليون فقط خزننا، 250 مليون متر مكعب خزننا، يعني الخزين ما تاثر
واضح مو شو صفني انت بعدك فرحان لو شنو؟ والله انا حسب من دا اروح للحلقات الميدانيه اكو تفاؤل من الفلاح ورا الامطار يعني الصراحة. انا ما اعرف وين دا تروح بس انا رحت انا رحت هسه راح احكي شمال واصل هسه راح احكي هسه راح رحت هسه راح احكي تفضل هسه راح احكي لك وشلون تريد ندخلها. نعم 250 مليون اللي خزناه و750 وين راحت؟ من سامراء شمالا باتجاه الحدود كل الامطار هنا نخزنها، ومن سامراء جنوبا باتجاه البصرة هاي أمطار ما تخزن، عشاء القدر الأمطار تجي جنوب سامراء، فلذلك ما أثرت على الخزين. من ما أثرت على الخزين شنو يعني؟ يعني فترة الصيف راح تكون صعبة. طيب اجتي بالشتاء الأمطار من جنوب سامراء غذينا بها الأهوار وانطينا الرية الأولى والثانية والبصره دفعنا اللسان منها. صحيح استخدام امثل ماكو غيره صح؟ اي صح. وعلى ضوء الامطار وزاره الموارد المائيه زيدت المساحات المزروعه وبالاضافه للمتجاوزين امطاركوا كلهم قام يم امطار دروح ازرع فعلا كلهم زرع. زين كل هاي الامور امور ربانيه شنو امور ربانيه؟ يعني شلون مثلا اذا تقول انت اليوم طبيعه جغرافيه من جنوب سامره الى الجنوب المياه ما تخزن اذا ما زيد المساحه لان انت ما عندك خزين، فهل انت كنت معتمد على امطار حتى تزرع؟ هو هذا يصير هيجي؟ ما اعرف هاي جاوبني انت، هل يعني الدوله يعني تعتمد اذا اكو امطار نزرع ماكو هذا المفهوم يعني مالكم. قصدك اليوم اللي صار الخلاف بين وزاره الموارد المائيه اللي كل سنه يتجدد ووزاره الزراعه حول المساحات المزروعه انك انت تميل مع وزاره الموارد المائيه؟ لا لا بتقليص الاراضي الزراعيه طبعا لازم تقلص. اريد اسالك سؤال، اذا الخزين مالك فقط 8 مليار ياهو لهم زيد المساحات المزروعه لو تخزن مي زيد الخزين مالتك؟ وانا اخزن غير على مود الزراعه ما اختلفنا، ياهو الاحسن تزرع اكبر كميه وتخلص الخزين لو زيد الخزين؟ ازيد الخزين وانه ازيد الغله لازم ازيد الخزين صح لو لا؟ نعم الغله هاي من تجي منها لازم نطالب زياده الغله، بس انت لازم ازيد الخزين، فايش لازم نسوي؟ تقلل المساحات المزروعه، يعني كل من ينتج فوق الطن خليه يزرع، وخصوصا اذا منظومات ري حديد واللي جوا الطن هذا ما يصير يزرع لان هذا خساره بالمي، انا ما عندي مي. نعم، خلي طبعا احبه المشاهدين عندنا فيديو يوضح انه التحركات الحكوميه بملف الزراعه باخر 100 يوم صار شنو القرارات المهمه اللي اتخذت بهذا الموضوع، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين ومكملين حلقتنا لهذا اليوم. استاذ عادل ترى قرارات مهمة، يعني أنا ما أتذكر يوم من الأيام مثلا بالحكومة السابقة أنه كرئيس وزراء يتكلم بصراحة على موضوع الزراعة أو يتكلم بقرارات تخص موضوع الزراعة. بس أنا سألتك بعدك اليوم يعني اليوم دائما نتكلم أنه دائما رؤساء الوزراء السابقة بس القرى العصرية رحت شفتها نشروا فيديو بصلاح الدين بعد في يمكن بلد اتوقع بلد بالعماره
ما شفت متجاوزين ماخذيهم طرديهم. طردين متجاوزين للمهندسين؟ متجاوزين مشيتين على هذا وماخذيهم طرديهم. من قبل جيد ما صار له سنه سنه ونص. زين وتاج الدين شايف انا ما انفطروا ومكان شايف انفطروا ومكان. هو يعني ما معقول انه مثلا يطلون قرار قبل 100 يوم راح يصير رئيس. ليش حاطه يعني. ليش انت تقول؟ اذا قرار من الان هسه استبعد اسمع لي على احد قراراته يعني احنا دائما نشاهد انه خاصه اكو بعض رؤساء الوزراء السابقين يتكلم يعني دائما بمجامله وبغير امور مع الفلاحين. اليوم لما رئيس وزراء يقول يتوعد انه ماكو دعم لفلاح بالمستقبل اذا ما يستخدم تقنيات الري الحي. فعلا ذكرك بالوزير السابق جراءة قوية. اقول لك ذكرك بالوزير السابق من قال راح نجيب معمل من الخريف ونجيب منظومات ري من الخريف ها ونجيب وكذا وبالقانون الدعم الغذائي حطوا راح نجيب وين المنظومات الري. اطلع بالسوق. طيب هسه انا اريد اقول لك شيء واحد. انت اليوم اكو منهاج هذا اطار عام لكن اكو تخصص. اليوم انت شو تواجهنا القطاع الزراعي؟ عندنا مشكله تسويق. هذا ابو الطماطه اللي يشمر انتاجه ذكر في العربانه ويشمره او الدواجن اليوم فتحوا الاسواق والدواجن منهاره مو؟ اذا اولا تسويق. من اجتماع وياهم كانت اكو قرارات فادتهم يعني. لا احنا هسه ما علينا بالقرارات الصراحه يعني تكلمت مع الدكتور هاشم قماش اكيد تعرفه انه بعد استقباله لهم اللي كانت انه اكو تسهيلات يعني مثلا موضوع الدولار مباشره اللي منتجي الدواجن بسعر رسمي للحكومه. اي يعني عادي هو كل اللي يجيبون رسمي. لا مو هي اي حجه اليوم اي منتج يقول لك هسه انا ما راح ابرر. ايه الحقول الدواجن السوق غرقان. هم دي يقولون مو مظاهره البارحه لو البارحه لو انا غلطان صح. مو لعد ليش طلعوا مظاهره؟ اذا التسويق الزراعي صح؟ صح. زين الالبان وبصوره عامه التسويق الزراعي مشكله عندنا. نعم. من زمان لحد اللحظه. الشيء الثاني تكلفه الانتاج. انت ليش تريد تدعم مربي الدواجن؟ تمنع الاستيراد حتى يصير السعر عالي، ليش؟ لان هو تكلفه الانتاج عاليه، اذا تكلفه الانتاج، صح؟ زين. القروض الزراعيه. تعرف هسه ابسط مثال، اجلوا القروض الزراعيه سنتين. مو نعم. سنتين لكن شنو مفهوم التأجيل؟ ورا سنتين تدفع مال 3 سنين دفعة واحدة. وين القطاع الزراعي؟ انت من أجلت لي قسطين غير المفروض أني من تجي سنة أدفع واحد من ذولا. بس انت شفت القرارات الفيديو ايه؟ شنو القرار اللي لفت نظرك؟ هسه أني بس قول لي هسه أني دا أمشي عدل صحيح دا أحكي المشاكل اللي تواجه القطاع الزراعي نعم. صح؟ نعم. أنا ما دا أحكي هسه أنت ايش قلت؟ أنا دا أحكي عن قطاع زراعي. فاذا الشيء الرابع هو مشكله المياه، ازمه مياه. اليوم الخزين مالك وصل 7.5 مليار متر. ولا قد لازم يكون؟ انت فضاء خزني عندك 100 مليار يوسع. انت بس 7.5، الخطه الزراعيه مالتك هاي اللي تعبر ال 30 مليار. هاي الخطه الزراعيه هسه تعبر ال 30 مليار. زين انا من بالتاسع قلت شهر ال 12 نهايته اذا ماكو امطار احنا فصل الصيف قاسي جدا. زين من جتي امطار راسا استاذ عون او الوزارة الموارد المائية راسا زيدت وزير الموارد المائية السابق ايش قال؟ قال الخزين ما ننخفض 50% فلذلك قلل المساحة المزروعة الى 1.5 مليون. صح. اجى الوزير الحالي ايش قال؟ قال انخفضت الخزين مالنا 50% لكن زيد المساحة المزروعة 1 مليون. وهذا عمل غير مبرر. ليش؟ ليش؟ هسه وقفت الامطار وانت عندك الريه الثالثه والرابعه شلون راح تعطيهم؟ الاربعه مطر. لا اقول لك ترى يعني ما اعرف انت احنا شهر الثالث اخي فاتحين تبريد الناس نزلت بدات تنزع وتفتح تبريد يعني شنو المطر؟ المطر اللي دا قصده مثل 2019 موجه مطريه قويه. انت دي شوف اقرا النشره مال الامطار مال ثلاثة ها ساعه ساعتين بكل مكان وتروح. احنا نحكي عن امطار قويه مو نحكي عن امطار
زين يعني تعبان. هل اخطات وزاره الزراعه والموارد المائيه والموارد المائيه بزياده الاراضي المزروعه؟ بالضبط بالضبط. لازم كانوا يسووا يحافظون على المساحه المزروعه ويطورون منظومات الري. شوف يعني انا اريد اوصل لك نقطه بس انت تقاطعني. نعم. هسه الخزين مالك 8 مليار الخطه مالتك بال 30 مليار، منين راح تجيب مي؟ لازم تركيا تعطيك، مضبوط؟ زين اذا تركيا ما عندها، هي هم جفاف وما تطين، كل التطينه 170 متر مكعب بالثانيه. ذاك اليوم خالد شمال قال، دكتور خالد شمال قال تطين 170 هي لازم ايش قد ناخذ؟ ماكو لازم، هي عاده بالشتاء تطينه يعني بال 250. زين هسه تعال نحول هاي الارقام الى خطه زراعيه. يعني ما معناه انت هسه بعد لازم تسوي خطه زراعيه ب 3 مليار فقط مو ب 30. ماكو مي. زين اذا الشتاء القادم ايضا كان جاف، ايش راح نسوي؟ هسه هذا الشتاء يعتبر جاف؟ طبعا. اها اقول لك من بدايه السنه، يعني اتعجب يقولون امطار، من بدايه السنه وزير الموارد المائيه السابق والحالي قالوا احنا دخلنا الفصل السنه الرابعه جفاف، تتذكرها لو لا؟ صحيح. زين من دخلنا السنه الرابعه جفاف شنو مبني على شنو؟ عندهم حسابات ويعرفون ماكو امطار، وفعلا الامطار ما جت كلها مليار واحد. وهذا تصريح رسمي مو جايبه من جيبي، تصريح رسمي وزاره الموارد المائيه تقول مليار واحد خزنا 250 و750 راحت للهول. نعم. وهسه طبعا احنا فالسؤال تفضل اذا الشتاء القادم جاف ايضا يعني ماكو خزين، ايش راح تسوي؟ خطة زراعية مالتك لازم 3 مليار فقط، وإلا ما يشرب ما تحصل إذا صار هيك. طبعا وهذا متوقع جدا، لأن احنا نتيجة الاحتباس الحراري سنين الجفاف قوية. طبعا أحبة المشاهدين، الفيديو اللي راح أعرضه أمامكم هو فيديو صادر من إعلام وزارة الزراعة، يعني أي معلومة هو أنه مصدرها وزارة الزراعة العراقية، أنه تكلمت أنه وزارة الزراعة وزارة إنجاز. خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. استاذ عادل بعدك مصر تتكلم عن الجفاف، بس يقول لك انها وزارة انجاز زيدة المساحه المزروعه 8.5، يعني ايش قد زيدت استهلاكك المي؟ تكلمنا فقط على موضوع المياه، بس يقول لك انه مثلا الدعم على الاسمده صار مدعم 50%. اي يعني شو قلل تكلفه الانتاج، هاي قلل. اقول لك هذا الدعم هو تقليل تكلفه الانتاج. زين القروض الميسره لشراء المرشات، قروض الميسره هي وين المرشات؟ روح الوزاره قوم عندكم مرشات، ليش تروح هسه نخلي واعي ناس تخابرك وتروح تدبر المرشات؟ كن صريحين. اليوم احنا مو المشكله هسه منجز مو منجز، المشكله هسه احنا راح نعاني جفاف. خلص الخزين. تدري شنو خلص الخزين؟ يعني الصيف هسه بعد ما تقدر تزرع ذرة او غير شيء. الشتاء القادم اذا كان جاف بعد الخطه مالته خلص، خلص المي. منين راح تجيب مي؟ السؤال منين تجيب مي؟ يعني اللي فتحوا قنوات اتصال مع الجانب التركي. بالضبط بالجانب التركي راح يزيدون، وانا قلت اول ما راح قلت السيد السوداني فعلا دز وفد، واتوقع في اي لحظه راح يفتحون، واليوم يمكن سمعت الخبر انه راح يزيدون الطاقات. ايش قد تعطيك طلاقات؟ هي 170، ايش قد تريد تعطيك؟ اذا وصلتها 250 زين؟ 250 ما اسوي شيء. العجيد لازم. اذكرك ذكر الصيف الماضي كان شاب بالنهر يمشي وينام ويتذكر الفيديو بذاك الوقت كان المستشار عون ذاك الوقت مستشار قال هذه الاطلاقات 400 متر مكعب بالثانيه لان احنا ما نحتاج للزراعه. تذكر كان موسم حصاد. صح. زين هسه انت عندك ريه ثالثه ورابعه، يعني ايش قد لازم تطلق؟ 600 زين الريه الاولى والثانيه اللي صارت خلص الامطار حلت. الامطار حلت. حلتها. ممكن الامطار تحل الريه الثالثه؟ واحنا مثل ما نعرف انه دائما مناخ العراق انه الشهر الثالث تكون بامطار، يعني أكثر من الأشهر القادمة. شوف احنا دائما شهر المطرة الثالثة والرابعة بالذات الفطام ننطيها دعم لازم، يعني لازم ما تكفي. ليه ما عندنا أمطار هاي السنين الأخيرة؟ ما عندنا أمطار. انت جيت زيت المساحة المزروعة على أساس اكو أمطار وهذا غير مبرر. زين سويت هسه الخزين مالك راح يقل، أتوقع هذا نهاية الموسم يعني ويا الحصاد شهر السادس والخامس شوف الخزين علنون 5 مليار.
زين السؤال هسه انت 5 مليار اذا كان الشتاء القادم جاب دا شوف انا دا انظر للمستقبل صح يعني ما دا انظر اليوم انت سويت نعم دا انظر يعني دا انظر اذا الشتاء القادم جاف ايش راح يصير ما عنده خطه زراعيه نعم لان ما يشرب ما طبعا احبه المشاهدين الان ينضم عبر الهاتف الاستاذ محمد الخزاعي المتحدث الرسمي باسم وزاره الزراعه اهلا بك استاذ محمد حياك الله استاذ ظفر ربي يخليك حياك الله اهلا وسهلا بك الله يحفظك استاذ محمد يعني وصفت وزارة الزراعة أن المئة يوم الماضية كانت مئة يوم هي وزارة الزراعة وزارة إنجاز وتكلمت على إنجازاتها بمقاطع فيديو وأيضا إحنا عرضنا هذا الموضوع ولكن مثلا هناك آراء أخرى اليوم مثلا يتكلم بها الأستاذ عادل المختار يقول لك من الخطأ الكبير هو أنه توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الأراضي الزراعية وإحنا محتاجين إلى المياه نعم تفضل يعني اول ما طرقت الى موضوع انجاز نعم وربطته برايي لاحد المعنيين بالمجال الزراعي صحيح ما تحقق يختلف عن الراي الراي يحتمل الخطا والصواب صحيح والاخ المتحدث كنت معه في لقاء قبل ثلاث سنوات شاهدت نعم تحدثنا بالموضوع اراء لم تكن مطابقه للواقع كيف؟ خاصة فيما يتعلق بالأرقام التي ذكرت لذلك ما تحقق لوزارة الزراعة خلال المائة يوم هو مؤكد من خلال الأرقام المعلنة ومن ضمن يعني القنوات التي سبق وأن التقيت بها نعم. هي قناة الأيام نعم. معك في لقاء لمدة أكثر من ساعة صحيح إقرار الخطة الزراعية وعادل المختار يعرض ذلك جاءت في ظروف صعبة جدا ظروف سياسية فعلا. ظروف إقليمية دفعت الوزارة للقيام والتصدي لواجباتها بما يستلزمه الأمر احنا نعرف أن العالم اليوم يعيش أزمة دولية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وصعوبة تأمين محصول الحنطة فعلا لذلك كان إقرار الخطة الزراعية والتوسع بالمساحات الصحراوية حيث أضيف أكثر من 4 مليون دونم اعتمادا على مياه الآبار في تلك الظروف هذا يعد خطوة لوزارة الزراعة باتجاه تأمين هذا المحصول الاستراتيجي لأبناء الشعب العراقي هذا أولا نعم خطة الدعم حتى ينجح الموسم الزراعي احنا نعرف أن المواسم السابقة ما كان هنالك دعم يتناسب مع حاجات الفلاح والمزارع العراقي خطة الدعم الحالية التي أقرت هذه السنة أخذت ذلك بنظر الاعتبار زيد الدعم المقدم للبذور من 50% إلى 70% زيد الدعم المقدم من الأسمدة من 35% إلى 50% لم يتعلق الأمر ماديا فقط وإنما أيضا من ناحية الكميات يعني على سبيل المثال كان الدعم المقدم فيما يتعلق بالأسمدة 5 كيلوغرام لكل دونم اليوم 40 كيلوغرام لكل دونم صحيح هذا يتطلب تأمين مبالغ مالية كبيرة جدا قامت بتأمينها وزارة الزراعة هذا أيضا إنجاز الأمر الآخر هو تعويض المتضررين من الفيضانات تأمين مبالغهم في موازنة عام 23 فضلا عن ذلك مزارعي الشرب لمحافظات النجف الأشرف والدوانية والسماوة نعم يعني هذه المبالغ لا تجمعها أكثر من 300 مليار دينار عراقي استطاعت الوزارة تأمينها أستاذ محمد وللفلاحين هذا أيضا يعد نعم. إنجاز أستاذ محمد عذرا للمقاطعة خلي أتوقف معك بأمر جدا مهم يعني احنا عرضنا ويعني اني علاقاتي جيده جدا مع الوزاره ومع خبراء زراعيين على مود حتى نوصل الى فكره واحده انه هل انجزت صحيح وزاره الزراعه بهاي ال100 يوم الاخيره مثلا احد النقاط اللي اعلنتها وزاره الزراعه انه وزاره الزراعه وزاره انجاز هو انه مثلا هناك قروض ميسره لشراء المرشات استاذ عادل المختار يقول هسه اني متاكد اذا هسه تخابر وزاره الزراعه تريد مرشه تقول ما عندي مرشات. لا هو هاي النظرة التشاؤمية معروفة عند المتحدث يعني أنا ما ليست بجديدة عليه ولا على المستمع. نعم. أو المشاهد. يعني الآن موجودة مرشات سقي محوري. قرار من وزارة الزراعة أكده مجلس الوزراء في قراراته الأخيرة
وهو التشجيع على شراء المرشات الثابتة تحديدا والمحورية لاستخدامها في ري الأراضي، مع تقديم قروض ميسرة تسدد على مدى 5 سنوات محصاة من الأرباح، يعني بفائدة ربحية صفرية. نعم. فضلا عن ذلك تشجيع المستوردين لاستيراد هذه المرشات بإعفائهم من الرسوم الجمركية، وأعلن أن هنالك تعليمات ستصدر بعد أيام قليلة لتنفيذ قرار الوزارة أولا وقرار مجلس الوزراء ثانيا. يعني حينما يعلن عن قرار فإنه قد اكتسب صفته النهائية. نعم، كل التحية والشكر. تحب تضيف شيء أستاذ محمد؟ قرارات الوزارة، لا أعتقد أن هذا التشكيل بقرارات الوزارة أو ما تقوم به من عمل مقدم إلى الفلاح والمزارع لمصلحة المواطن العراقي أو لمصلحة المزارع العراقي، فأعتقد أن هذه الآراء التي يتفضل بها المتحدث الآخر تجانب الدقة وتجانب الصحة حتى فيما يتعلق بالأرقام المذكورة. لذلك حق الرد مكفول أستاذ عادل مختار، ممكن راح يتداخل مع حضرتك. تفضل استاذ عادل. طبعا شكرا لزميلي موجود ويانا على الخط استاذ محمد. نعم تفضل. شكرا لزميلي استاذ محمد، نظرتنا سوداويه يعني مو يعني لا لا بس اسمح لي، لا بس اسمح لي بس اسمح لي. نعم. نظرتي سوداويه واني اقول نظرتي سوداويه فعلا نظرتي، من يكون الوزاره الموارد المائيه تقول لك خزينك 7.5 واني عندي الريه الثالثه والرابعه لازم انطيه، شو تريد افرح؟ طيب لا اني باوع، احنا بدايه كلامنا الزراعة. اني وياك بدايه أي. كلامنا من قلت زياده المساحه المزروعه، من قلت لك مو شغله الزراعه وانما الموارد المائيه. ليش؟ لان لازم توفر خزين للزراعه. نعم استاذ محمد. عادل المختار ان حاجات العراق من محصول الحنطه لا تتعدى 1,000,000 دونم، فهذا مجانب للحقيقه، لان حاجات العراق السنويه من محصول الحنطه لتأمين حاجات البطاقة التموينية من هذا المحصول عدا الأغراض التجارية هي أكثر من 5,250,000 طن سنويا. يعني إحنا نحتاج أن نأمن 5,250,000 طن أكثر من هذا الرقم لتأمين الحاجات المتعلقة بالبطاقة التموينية من محصول الحنطة. وهذا ما اعترض يعني. أي شيء بس اعطيني مجال. هذا عدا البذور أخضر. أنا ويا هذا محمد أستاذ محمد. ممكن نخلي أستاذ عادل يتكلم بس حتى نعرف الفكرة. العراق اللي تعداد نفوسه أكثر من 45 مليون نسمة ببلد مثل الأردن اللي تعداد نفوسه 6 ملايين لي الحق أن أشكك فيما يذكر. يابا 5 مليون الأردن 6 مليون وإحنا 45 على الزراعة الديمية. لا يوجد لدى الأردن أنهار حتى أقارن بها العراق. أخي لابد أن تكون المقارنة، لابد أن تكون الأرقام التي تذكر، لابد أن تكون آراءنا لا أقول مجانبة للواقع. نعم. ولكن أقول أن تتماشى مع الواقع حتى وإن كانت النوايا مختلفة. اليوم أكو هناك عمل في وزارة الزراعة خلال أكثر من 3 أشهر بذلت جهود لإقرار خطة زراعية ولتوفير الدعم للمزارع والفلاح، وتستطيع من خلال استبيان بسيط في عدد من المحافظات العراقية لا على التعيين أن تجد أن هنالك ارتياح عام، لا أقول ارتياح كامل، ارتياح عام لدى الفلاح والمزارع العراقي حول ما قدمت وزارة الزراعة خلال هذه المدة. هذا يكفي فخرا لوزارة الزراعة في ظل هذه الظروف الدولية الصعبة والظروف الداخلية الصعبة. أنا أستأذنك، شكرا لك، لان التصريح كان وحتى نسمع كلام استاذ عادل. استاذ محمد دخلتني في سجال انا بعيد عنك. لا لا لا, لا ابدا، تعرف انت طبيعه برنامجي انا ضد هالموضوع. انت متاكد من صحه ما اقول؟ استاذ محمد ممكن تسمح لي؟ نعم تفضل. استاذ محمد انا تدري برنامجي بعيد عن موضوع السجال، وانا قلت للاستاذ عادل انا مريت باكثر من منطقه زراعيه صورت، كان هناك ارتياح عام الصراحه. أنا أتكلم واقع. بس هذا اللي يريد يوصل للمترقي للمشاهد. بالضبط. حينما نعكس صورة المزارع والفلاح العراقي أن هنالك حالة ارتياح عام عن ما قدم إلى. صح. أنا وياك وقلت للأستاذ عادل. حقيقة. أستاذ محمد بس خلني أسمع رأي أستاذ عادل المختار وحتى ترد علي. خلي اسمع أنت رأي. تفضل أستاذ. أولاً أنا ما طعنت بوزارة الزراعة. يعني انا اقول لك شيء واحد، باوع اسمح لي، هي مو بالحكي، انا ما طعنت باحد. استاذ محمد خطه زراعيه سويت ما حد قال لك لا، المفروض المور يا بيعطيني مجال. تفضل. اي تفضل بس خطه زراعيه من سويت انا ما قلت لك لا ولا راح اعترض.
لسبب بسيط، انت من حقك تحط الخطه والموارد المائيه، تحسب المي لك هاي اشتغل صح؟ نعم. هذا انتهينا من الخطه الزراعيه للعام المضج، قد كانت الموسم اللي قبله مليونين ونص دونه على المياه السطحيه، احنا ما اعترضنا، ليش؟ لان كان اكو على اساس اكو مي وكذا، لكن الانتاج مالك كان مليونين ونص، هسه تريد تزيد انتاجك، انا ما اعترضت عليك. بس قلت زيدها عمودي ولا تاثر على المي، قلت سوء اداره من الموارد المائيه ولا يسمى من الزراعه. من قلت لي الدعم الزراعه مقصره لها 100 يوم. لا لا باوع اكو نعم. فرق مفهوم دا اقوله غلط. أي. أنا ما دا أحكي على الزراعة ولا مفهوم قلت مفهوم الملف الزراعي عموما. بس اسمحلي بس اسمحلي أنا ما قلت الزراعة مقصرة. واضح؟ أي. من جبت لي الخطة قلت لك ما عندي مانع، لكن الخلل وين؟ الموارد المائية كان لازم ما تزيد على مود المي، هذا مفهوم انتهينا منه. أي. زين هسه أنت ايش قد راح تنتج؟ ما عندنا مشكلة، هذا راح تنتجه. زين من نجي على القروض، أنت اليوم دا تقول قروض ميسرة وفعلا بس احنا من أي. محمد من الوزير السابق ايام الخريف والهذا صار عندنا حساسيه نقول جيبوا خلينا نتفائل بهاي الوزاره. متفائل انا ما دا اقول لك، لا دا اقول لك جيب، انا دا اقول لك هو انا شو اقول؟ اقول لا بالضبط انا دا اقول مو هو شوف انا اكو فرق وجهه النظر بالزراعه ما عندي مشكله، اقول اعاده النظر بالسياسه الزراعيه ممتاز مثلا منظومات ري جيب، يعني بالعكس هو انا اريد تجيب وطيها ببلاش، تتذكراني بالله هذا قلت لك ببلاش؟ جيد بلاش. استاذ محمد ويانا؟ استاذ محمد يعني رأيه جميل جدا وداعم لعمل الوزارة. خليني اكمل لك، خليني اكمل لك. هسه بس انا حتى يسمعني حتى يسمعك ممتاز. وانا اريده وهو مو نظرة سوداوي. كبير جدا. المبدأ انت تشتغل به، انا مو ضده. استاذ محمد بس اسمعني. احنا من كنا انا وياه بلقاء كان ابو الموارد ويانا. فاني كان توجهي لابو الموارد لان هو اللي يحط الخطه. لكن السؤال اني مو ضدك، اني ضد ابو الموارد اللي دا يخليك تروح. نعم انا راح اعطيك الوقت الكافي، تفضل استاذ محمد. يعني اقول شكرا للتغير الكبير في قناعات الحمد لله والشكر. وين تغير؟ الاستاذ عادل المختار وفي دعمي لوزاره الزراعه اخيرا، وهذا موقف منتظر من كل انسان مثقف عراقي أن يدعم الجهود التي تبذل لإحقاق حق المزارع والواقع الزراعي الذي يعاني الكثير. نحتاج إلى اليوم نهضة وطنية، إلى وعي وطني لمحاكاة الظروف التي يمر بها العراق اليوم. عندنا تغيرات مناخية، عندنا حالات جفاف، عندنا قلة إطلاقات مائية، لكن كل هذه الظروف لا تعني أن نستسلم، أن نقف مكتوفية الأيدي. لابد أن يكون هنالك لدينا ردة فعل. وزارة الزراعة هي أيضا ضحية لما يجري من تغيرات مناخية، من قلة إطلاقات مائية، لكن واجبها تجاه المزارع. عندنا 3.5 مليون فلاح ومزارع عراقي. نعم. لا يملكون غير الزراعة كمصدر وحيد للدخل، ما أقول مصدر أساسي للدخل، مصدر وحيد للدخل. يعني خلال الثلاث سنوات الماضية أي مطلع من قريب من الشأن الزراعي العراقي يعرف معاناة هؤلاء المساكين. لذلك وزارة الزراعة حينما قامت بما قامت به من إقرار الخطة الزراعية وتوفير الدعم، فهي قامت بدورها الإنساني تجاه هؤلاء أولا، ودورها الوطني تجاه العراق، باعتبار أن إقرار موسم زراعي يعني توفير المحصول الاستراتيجي من الحنطة والوصول. طبعا لدينا طموح بالوصول إلى حالة الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول، وهذا هو الإنجاز الأكبر على الرغم من صعوبة الظروف، من صعوبة الواقع الذي يحيط بالعراق، من صعوبة الظروف الدولية، الوضع الداخلي. هذا هو الإنجاز الذي يحسب لوزارة الزراعة خلال هذه المدة البسيطة التي مضت. كل التحية والشكر لك أستاذ محمد الخزاعي المتحدث الرسمي باسم وزارة سلام الزراعة. سلام من الأخ عادل المختار. الله يسلم يا أصدقاء. إن شاء الله لا احنا ما مختلفين. حلو اليوم الاختلاف من أجل مصلحة وطنية. ايش أريد؟ لا باوع هو ما مختلف. أنا أريد منظومات ري بالري. شو تقول لي راح أجيب؟ جيب ما تجيب. هذا قرار ان شاء الله. قرار ان شاء الله، مو ذاك كان قرار الوزير السابق اللي كان الان. يابا بس انطيب انت باوع. احنا نظرتنا سوداويه باتجاه المي. يعني شو نقول؟ المي راح يخلص خطه زراعيه مستقبلا بعد ما عندك. تفضل دا تفهمني. احنا ننظر مستقبلا، من تجي تقيم تقول لي هذا راح اجيب منظومه. اي هو هذا المطلوب. انا اقول لك جيب ايش قد ما تقدر وطيهم ببلاش. ليش بقرض؟ طيهم ببلاش حتى بسرعه يزرعون. واضح كلامي؟ نعم. طيب المساحه المزروعه انت تقول لي زرعت 8.5،
أنا أقول هاي الثمانية ونص غير مبررة. ليش؟ لأن قد الموسم الثاني أنت ما راح تزرع، بس مو قلت لك لا تزرع. أكو فرق بالتعبير يا بي، أكو فرق بالتعبير. أنت ما عندك مي، زرع ثمانية ونص بس مو يتحملها وزير وزارة الزراعة، وإنما تحملها الموارد المائية لأن هي وافقت. طبعا هسه لازم تنطي الرأي الثالثة والرابعة. وزارة الزراعة تقول لك أنا شعلي، أنت قلت لي زرع وزرعنا صح؟ احنا زرعنا بناء على موافقتك وهذا ما حد يعترض، لكن انت منين راح تجيب المي الثالثه والرابعه؟ هو من الخزين مالتك راح تطلعه ويا الطامه الكبرى. انا قلت وزاره الموارد المائيه عمل غير مبرر بزياده المساحه هاي. ليش؟ حتى انت السنه الاخرى تقدر تزرع صح؟ زين الدعم اكو واحد يرفض الدعم، الدعم هو تكلفه الانتاج، وبدايه كلامي قلت لك مشكله تكلفه الانتاج. لكن هسه تعال نروح الاسماك وين صار موقفها؟ هسه دا يفلشوها. قبل اسبوعين كانوا بالوزاره ويا دكتور مهدي سار الجبوري مؤتمر وحضرت لجنه الزراعه وشلون يدعمون ندوه يمكن او ورشه شلون يدعمون. مؤسسه روافد. مؤسسه روافد سوتها بوزاره الزراعه. القصيد انا ما اعرف، بس هو كان دا يدعم اليوم فلشوها. هاي شنو؟ خيرتها من الاول توجه، صار لنا كم سنه نقول وجه بحيث يتحولون الى الري. اكو فكره ان اذا فتحنا موارد الاسماك اليوم مثلا اكو ناس قاعد تربي بالبزول، ليش تمنعوهم؟ هذا المي كله احنا نحتاجه بالبزل بالبير يا اخي، دا يروح بالاخير يدفع اللسان الملحي يغذون بالرزازه، عندهم خطط هم. لكن انا اريد اقول لك شيء واحد، انا اجمعهم واحكي وياهم ما عندنا مي. اخوان تبقون ترى ماكو مي، حولوا الى الكلوز سيستم التربيه المكثفه. وتتذكر من قناتك كان حكيتها وكان ابو الاسماك قال ايه اعطونا علاف واعطونا قروض نحول. هاي هو صح هذا، وغير تربيه الاسماك من نعم. الكارب الى البلطي او غير شيء او غير شيء نعم. هاي طبعا احب المشاهدين الفلاح العراقي هم لازم يكون له راي بهيك حلقات وهيك محاور. رحنا الى احد الفلاحين في منطقة مشروع اللطيفية وأيضا تكلم عن احتياجات الفلاح العراقي من الحكومة العراقية. شاهد هذا الفيديو راجي. يعني كم دونم هاي كلها تقريبا كأرض كان أحكي على لا احنا احنا ما نحسب دوانم، نحسب بيوت. قبل كل واحد يسوي له 100 بيت، هسه السنة سويت 30 بيت. شوف فرق بين 100 الى 30 يعني ربع. اي تقريبا, ربع الكمية. هذا سببها لان الزراعه الخضروات تحتاج مبالغ وصرفيات عليها من مواد ولو احنا نستخدم الطرق الحديثه الحمد لله، وتحتاج كميات مي قليله. فمع هذا احنا ما معولين، كنا الموقف شويه تغير الحمد لله، هذا من رب العالمين، امطار زادت فكملنا بدينا نزرع. كان حتى الحبوب ما ردنا نزرعها، بس اجتنا لها كميه وبديناها زرعناها الحمد لله. يعني الامطار تعتبر نقطه الموسم اللي دفعتنا. وحتى انا اسمع نبات نتابع الاخبار، ابو الزراعه قال كانت الخطه مالتنا 3 ملايين صحيح. تحولت من 3 ملايين الى 13 مليون. هذا من فضل رب العالمين من الامطار اللي صارت. ان شاء الله نتامل ان شاء الله الحبوب نكتب. بس احنا نحتاج خطط للمياه، لان احنا مو معقول ممكن تجينا سنوات جافه مثل ما صار. اكيد هل عندك المياه تحتاج؟ عندنا الله حابينا في مكانات لخزن كثيره الحمد لله، اللي هي الثرثار، الحبانيه، الرزازه. صحيح. هذا الموقف بدل ما ادفع اخليه مستمر بالنهران ويتجه الى نهايته اللي هو بالخليج، لا اخليه بخزن احتاجه بالموسم اللي حاجة. يعني الماء بحيرات. نعم بالضبط. لا مو بحيرات، هي اللي هي مخازن مالتنا الطبيعيه، الخزانات، السدود، الثرثار وغيرها. هذا اني اراد لها تقنين وتوجيه المياه للمناطق اللي لها خدمه لهذا البلد. فهمتك. يعني المي لما يتوجه يجب انه ينظر الى انتاجيه المنطقه، الى المنطقه وش قد ترفد البلد بالزراعه. رجعنا وياكم احبه المشاهدين. طبعا وقت الدقائق معدوده دقيقة. بس بدي اقول لك شيء واحد، في 2019 ايام السنه المطري انت طلعت لي زراعه مغطاه وهذا ما عندنا اعتراض عليه. في 2019 ايام السنه المطريه
كان يمكن دكتور صالح الحسن زرع 13 مليون دونه، انتج 5، احنا ما اعترضنا. يعني ايش قد 13؟ 5 مليون. وبعدين يعني 500 كيلو دونه. اي السنه اللي بعدها زرع 16 مليون وانتج همين يمكن 5 الا 4 ونص ما اتذكر. ما اعترضنا، احنا ما نعترض ايش قد تزرع، احنا نعترض على الموارد المائيه، لان انت من تزرع هوايه تصرف مي راح تسبب مشكله. اكو فرق بالتعبير اخي، من تستخدم تقول راح اجيب منظومات، والله وياك وش تريد احنا بخدمتك، لكن جيب. صارنا كم سنه نصيح، هذا الفرق. انا مو ضدك، انا معك. فهمتك. قبل الختام، 100 يوم على عمر الحكومه الحاليه، ايش قد تقيم من 10 عمل وزاره الموارد المائيه؟ وزاره الموارد المائيه يبقى خبيئه مو خبيئه. وزاره الموارد المائيه فشل الادارات كامله، انتهت، انا حكيتها. وزاره الزراعه جت تقيم الزراعه، ما نقدر نقيمها. هاي القرارات الراويه يابا، هذه قرارات انا اريد تنفيذ. انت تقول لي زيت المساحه المزروعه، انا اقول لك ابو الموارد غلط، لان هذا خلص الخزين. المفهوم تغير، انت تفهمني. انا مو ضدك، انت تعمل وبارك الله فيك، انا ما اريد اقيم. أنا إذا قيم أقيم أبو الموارد المائية، ليش؟ لأن هو الأساس بالعملية. نعم. هو يقعد وياك ويحط الخطة. التمور، الهند تريد منك تمر تصدر 100,000 طن سنوياً. نعم. الأسماك، هاي البحيرات اللي تفلش، زين باكر عبه وجاء مطر كارثي، هذول شلون مو يقول لك أنت فلش؟ كل التحية والشكر لك أستاذ عادل المختار، الخبير الزراعي والمائي ومستشار سابق لدى لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب العراقي. كل الشكر لك لحضرتك، وان شاء الله الهدوء الرد دائما. انا على مودك، على مود صحتك ترى. يعني كلهم يقولون لي بس ما تقدر. ربي يخليك. اقول لك الخزين بقى ان شاء الله، الله كريم. ومو اني خالد شمال جيبه واحكي وياه ان شاء الله. شوف شو يقول لك. احبتي المشاهدين، هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم. كل التحيه ايضا للاستاذ محمد الخزاعي المتحدث الرسمي باسم وزاره الموارد المائيه. ان شاء الله نلتقيكم بحلقات اخرى على الصحه والخير والبركه والعافيه. إلى اللقاء.